وعابد ربه بن أحمد وشمس أطفيح فقل محمد وشارح الرسالة الولي والمجتبى أبي الصفا علي وشيخ أشياخ معاصريه المالكي الحبرد التنويه محمد والحبرد الإصلاح منسوب هشتوك أبي الصلاح وعابد الجواد نجل القاسمي والمالكي الحبر عبد الدايم وشيخه المحدث الفيلال محمد النزيل فاس الغالي والزاخر المحيط ذي الإعجاز محمد بن أحمد الورذازي وعابد الجواد ذي الفهوم يعرف للتمييز بالمرحوم وأحمد بن عوض المرداوي وشارح الكنز فتى الريحاوي وغيرهم من كل ذي تأصيل معجامه يشهد بالتفصيل وخذ لإسنادي إلى ابن حنبلي من شيخنا المشارب التسلسلي عن الشهاب أحمد المرداوي الحنبلي الأزهري الراوي عن الفتى النجدي أي عثمان عن ابن عمه فتى ذهلان وذا روى عن شيخه محمد أي ابن إسماعيل نعم المهتدي عن الشهاب العسكري أحمد وذا عن القاضي العلا الأمجدي ذا عن أبي بكر هو ابن قندسي عن عابد الله الإمام الأقدسي وذا روى عن صنوه أخيه برهان دين الله عن أبيه محمد بن مفلح الراميني عن شيخ الإسلام تقي الدين عن عابد الرحمن ذي الإقدام عن عمه الموفق القدامي عن الإمام الناصح بن المني ذا عن أبي بكر الإمام السني وذا روى عن شيخه نجم الهدى ذا عن أبي يعلى الإمام المقتدى وذا عن ابن حامد محمد عن ابن بطة الإمام المسند ذا عن غلام الماجد الخلالي ذا عن أبي بكر بالاتصال ذا عن أبي بكر وحرب وهما عن حنبل أكرم به وأنعما والأخوين صالح بن أحمد وعابد الإله ذاك المفرد جميعهم عن الإمام المجتهد أحمد عن سفيان عمرو وزيد عن ابن عباس عن النبي ذي الحوض والكوثر والرقي صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب الكرام العظماء الشيخ الثلاثون محمد البليلي ومنهم ذو الفضل ذاك الأيدي محمد الفهامة البليدي نجل محمد الشريف الحسني مولى الكمال والبهاء الأحسن علامة المعقول والمنقول والمقرئ المفسر الأصولي وقدره في العلماء مشتهر وفضله بينهم لا ينكر حضرت في دروسه أعواما ونلت من عرفانه الإنعاما أجازني في كل ما أجيزا أكرم به ممجدا مجيزا بأخذه عن الجمال البقري وعن أبي السماح أحمد السري وعابد الرؤوف والبرهان منسوب فيوم بلا نكراني وشارح الرسالة الرباني ومسند العصر فتى زرقاني وأحمد البناء والمنوفي وغيرهم من كل ذي معروف وخذ لإسناد حديث عالي من طرق الجن بالاتصال عن شيخنا الماضي الشهير الصيفي عن شيخه منسوب الشبراخيتي أعني سليمان عن الجزيري ذي الفضل والتحقيق والتحرير عن شيخه سلامة الإمام وذا عن الليثي بالإعلام عن شيخه شمهروش الولي قاضي قضاة الجن ذي الرقي عن النبي من شكى ضرورته ذا أول الحديث فانقل صورته الشيخ الحادي والثلاثون عبد الحي البهنسي ومنهم المولى كريم الحي الماجد الشريف عبد الحي معمر العصر أبوه الحسن ووصفه بين الورى مستحسن البهنسي الحسني المقتدى عنه رويت كل ما قد أسندا وقد روى عن الإمام المفتي
محمد العلامة النشرسي، وعن محمد هو الزرقاني، وعن خليل أيفة اللقاني، وشمس أطفيح مع القصري، والمسند النخلي مع البصري، ونجل سيف وفتى طولون، والماجد الغمري ذي الفنون، والزاهد الخرشي ذي المقام، والسيد القطب الرضا التهامي، وعن سرير صفو آل البيت محمد بن جعفر بن البيت، وغيرهم ممن له أجازا فصار في أقرانه ممتازا. الشيخ 32 عمر الطحلاوي، ومنهم ذو البحث والتحقيق والحفظ والإتقان والتدقيق، من للعلوم بالكمال حاوي، ذاك الإمام عمر الطحلاوي، المالكي الأزهري الأمجد، أجازني بكل ما قد يسند، بأخذه عن سادة أعلام كابن الفقيه أحمد العلام، وأحمد العلامة البابلي، وسالم بن أحمد المناظري، وأحمد بن أحمد العماوي، والملوي الفرد والشبراوي، وشيخه العلامة المنوفي مع الحريشي الإمام الصوفي، وشيخه محمد الصغير، وغيرهم من كل ذي تصدير. الشيخ 33 علي بن النقيب، ومنهم نجل النقيب السامي، سرير طهر سادة كرامي، هو ابن موسى واسمه علي، وفضله بين الورى جلي، الحنفي المقدسي الأزهري، اللوذعي الألمعي الأنوري، الحسن الخصار نام النسب إلى الحسين بن علي الأنجبي، حضرت في دروسه بالمشهد، وفزت من لقيه بالمشهد، وكان ذا معرفة بالمذهب، مقررا فيه بكل معجب، وقد تلقى العلم عن شيوخي، هم سادة العصر أولو الرسوخ، كشيخ فتوى البلد المعموري، أعني سليمان هو المنصوري، وعن أبي بكر الفقيه العلمي، مفتي ديار القدس عالي القدم، والسيد البكري والسيجيني، وأحمد الصباغ ذي التمكيني، والملوي والشهاب الخالدي، وعن فتى شبر الإمام الماجدي، والمسند العلامة بن الطيبي، وعن فتى عشم الغمام الصيبي، وأحمد بن أحمد العماوي، وعن إمام عصرنا الحفناوي، والمسند المعمر الخليلي، وعابد المعطي الفتى النبيلي، وشيخه عبد الغني الحنفي، ويوسف بن ناصر المشرفي، وابن سواد الأحمدي مصطفى، ونجل سيف ذي الكمال المقتفى، والضابط الماهر ذي الفنون، محدث العصر في عجلوني، وعابد الكريم ذاك الحلبي، وابن المنين الشهاب الأنجبي، ومصطفى بن أحمد العزيزي، والسيد الضرير ذي التعجيزي، وأحمد البني والسماني، وابن بلال هو رامهباني، وشيخ سجادة عبد القادر، قطب الورى ياسين ذي المفاخر، وغيرهم من سادة أئمة هداة دين الحق في الملمة. الشيخ 34 عبد الوهاب العفيفي، ومنهم الصوفي ذو التشريف، عبد الوهاب هو العفيفي، ذو الفضل والتأييد والعرفان، والمجد والتسليك والإتقان، مستغرق الأوقات في المشاهدة، أوحد من لقيت في الزهادة، حضرت في مجلسه أعواما، ونلت من صحبته الإنعاما، وكان بي برا رؤوفا يعتني، يتحفني بكل تلميح سني، واتفق السماع لي عليه في مسلم إذ قرأوا لديه، أجازني من لفظه وشرفا، فانتظم السلك ووقتي قد صفا، وهو روى عن أحمد السكندري، وسالم بن أحمد الموقري، ويوسف بن ناصر الإمامي، والسيد البكري ذي الإنعام، وعن غياث عصره العلامي، قطب الورى محمد التهامي، عنه روى الأحزاب والطريقة، وفاز من شهوده الحقيقة، وكان لا يرى برفع القيد،
ملازما لشيخنا البليدي، قد عمر الله به الأطوار فقدس الله له الأسرار. الشيخ 35 محمد بن عيسى الدمياطي، ومنهم ذو الفضل والعرفان عالم دمياط بلا نكران، أعني به محمد بن عيسى من قد غدا في ثغره رئيسا، المعتدي القدر بالاستحقاق وهو إمام القوم باتفاق. حضرت في دروسه بالثغر ونلت من حباه كل فخري، أجازني وشادني المقامى وشمت من بروقه الإنعاما. وهو روى عن الإمام الصيت محمد المعروف بابن الميت، عليه جل نفعه في بلده له أجاز كل ما في سنده. وهو روى عن شيخه القوراني عالم طيبة الجليل الشأن، وبنتي المولى الإمام الطبري كلتاهما عن الخطيب الأثري، أي عابد الواحد من حصاري، وقد مضى الإسناد باختصاري. وقد روى ابن الميت المذكور أيضا برفع وصله مستور، عن نور شبراموليس الرباني والشوبري وفث العناني والماجد الخرشي ذي الرسوخ، وعابد المعطي وذاك الطوخي والبقر المقرئ المريشي، وأحمد العلامة البشبيشي والشرف المعمر الأنصاري، وغيرهم من سادة أخيار. الشيخ 36 إبراهيم بن أحمد الأبوصيري، ومنهم البرهان إبراهيم أي بن أحمد الفتى العليم، نجل عطى الله من بصيري ذو الزهد والعرفان والتحرير. قصدته برحلتي إليه عولت في إجازتي عليه، أجازني بلفظه شفاها وأبلغ النفس إلى مناها. روى الكثير عن أبيه الفايق وشيخه البرهان وهو الرازق، أما أبوه فهو عن أبيه عن نور شبرى ملس النبيه، والرازق عن عطى الله جد المترجم المنيع الجاهي. كذا روى عن مصطفى العجيري والعالم الدثري زاكي السيري، وعن محمد هو ابن الحسن ابن العجيم الإمام اللسني، سند المصافحة من طريق المعمرين، صافحه أمد بالإسعاف، وذا أباه ذا حسين الخافي، ذا صافح التاج وذا رمزيا، ذا أوبهيا سمه عليا، وذا على ما ذكروا محمودا وأوردوا في وصله شهودا، وذا أبا سعيد الصحابي، وذا رسول الملك الوهابي عليه صلى الله بالسلام، ما غرد القمري بالأنغام. الشيخ 37 مصطفى التميمي، ومنهم المولى سرير الحنفاء ترب الكمال والمعالي مصطفى، هو التميمي الفقيه الحنفي خدن التقى العالي عن التكلف، قد ارسليت من علا مشاهده ونلت في القدس حلا فوائده، أجازني بما له مشافها إجازة تميس في أعطافها. وهو روى العلوم عن أبيه وأحمد العكي ذي التنويه، وعن إمام عصره الخليل وابن عقيلة الفتى النيل، وعابد الله هو الشرابي مسند نابلس بلا ارتياب، وعن أبي بكر سليل أحمد والأوحد المعروف بالمجلد، وعن علي ذي الكمال الرائع يعرف في دمشق بالبرادع، سند المصافحة من طريق المعمرين، وعنه أروي سند المصافحة بسند لم يعره مكافحة، صافحت شيخي وهو ممن صافحا يد المجلد الإمام الصالحا، وذا الوليدي الرضا محمدا، ذا صافح البنا عنيت أحمدا، وذا على الصحيح نجل العجلي أبا الوفاء أحمد مولى الكملي، وإن ذا صافح عبد الباقي منسوب مزجاج بالاتفاق،
ذا صاف حتى جاء أي العثماني بالسند المذكور في البيان. الشيخ 38 شعيب الكيالي، ومنهم المولى العلي الرتبي سليل كيال شعيب الإدلبي، علامة ينسب للتصوف والحفظ والرسوخ والتصرف، أتى إلى مصر مع الوفود لحج بيت الله ذي الشهود، حينئذ عليه اجتمعت ومن محاضراته قد انتفعت، أجازني بكل ما يرويه وكان محفوظا عن التمويه، وهو روى الكثير عن أبيه وعن فتى عجلون ذي التنويه، وعن فتى همات والسماني والماجد الحبال والحمداني، وعابد الغني ذي الفنون وذي العلا منسوب بكفلون، وعالم السنة والأفلاك بحر الهدى محمود الأنطاك، ونجل قصاب نزيل أدلبي والكاملي أحمد المهذبي، والعالم الماهر باستنباط محمد بن أحمد الإسقاطي، وعن سليل مصطفى محمدي منسوب حسفرج الإمام المفردي، وهو على التحقيق ممن جودا على البصري الإمام المهتدى، وكلهم أجازه الرواية عنهم بشرط الضبط والوقاية. الشيخ 39 خليل الرشيدي، ومنهم ذو الفضل والتمكين، أعني خليل النجل شمس الدين، فهامة العصر بلا تفنيد، الشافعي العالم الرشيدي، أتقن في الفنون بالتحقيق، وكان ذا فهم علا دقيق، أبصرته في الثغر واجتمعت به، أجازني وأوصلني بسببه، وقد روى عن شيخه العزيزي والسيد الضرير ذي التعجيز، وعابد الدائم والبرلسي، وعن فتى سجين زاكي الأنفسي، والفاضل المسند عبد الله أي بن مرعي المكين الجاهي، وابن الزهير رئيس الثغر، وعن فتى زغلول رحب الصدر، وأحمد بن أحمد العماوي، وذي العلا محمد الأذكاوي، وعن فتى دلجة والمكود، وعن فتى فوة ذي الشهود، وذي الهدى والفضل والبهاء بحر العلا علي قيتابي، والزعبري الماجد الكريم، وأحمد بن أحمد التميمي، ويوسف العلامة القشاشي، وغيرهم من كل ذي رياشي. الشيخ 40 محمد المنور التلمساني، ومنهم الراقي ذر التصدري محمد المعروف بالمنور التلمساني بن عبد الله، العالم الفاقد للأشباه، الجهبذ البارع في الفنون، عالم قطر المغرب الميمون، لقيته بمصر لما وردا أجازني ونلت منه المددا، وقد روى عن شيخه المسناوي وابن أبي زكر الإمام الراوي، وعن فتى مبارك الرباني، وعن فتى رحال والبناني، وعن فتى ميارة العلامة وابن الحريشي الرضا الفهامة، وأحمد بن الحاج والرماسي وابن حنيني أخي الإخلاصي، والعربي وحفيد الفاسي ذي المنح البادية الأنفاسي. الشيخ 41 محمد بن علي الحنفي، ومنهم ذو المجد والشهود محمد يعرف بالسعودي، والده يعرف بالإسكندري، وهو فقيه وقته بالأزهري، حضرت في دروسه أياما ونلت من لقائه الإنعاما، أجازني مرويه تماما، رقيت من تشريفه السناما، وقد روى الكثير عن أبيه وشيخه العقدي ذي التنويه، وعن فقيه العصر ذي الترقي أي إبراهيم نجل عبد الحق، أما أبوه فعن المنسوب لأرمنا شهين ذي الدؤوب، عنه روى الفقه والحديث عن أخي شر بابل ذاك المؤتمن. الشيخ 42 محمد بن أحمد العشماوي، ومنهم إمام كل راوي محمد بن أحمد العشماوي، شيخ الحديث الألمعي المسند ذو السند العالي الفقيه الأوحد، أدركته في آخر الأنفاس، وكان شيخا باهر الإيناس،
وفزت بالإجازة الغراء بها علوت سمك السماء. وهو روى عن الإمام العلمي محمد بن أحمد بن العجمي وعن إمام عصره الرباني محمد المعروف بالزرقاني وأحمد بن عمر الديربي وغيرهم من كل شهم الندبي. الشيخ 43 التود بن سودة، ومنهم محمد بن الطالب التود العدل ذو المواهب، رئيس فاس كاشف الغيوم وعالم المنطوق والمفهوم، إليه في بلاده يشار، عليه في المعارف المدار. صحبته بمصر في وفادته، فجاد بالكثير من إفادته، أجازني بكل ما يرويه من كل ما يفيد أو يمليه. وقد روى عن شيخه الجسوسي وابن مبارك الفتى الرئيسي، وعن فتى جلون ذي العرفان، وعن وحيد عصره البناني، وعن يعيش الحبر ذي الأنوار، وأحمد العلامة الوجاري، وغيرهم من علماء فاسي وواردها الطيب الأنفاس. الشيخ 44 علي بن محمد بن العربي السقاطي الفاسي، ومنهم المعروف بالسقاطي محدث العصر بلا إفراط، علي بن العربي الفاسي شيخ العلوم الطاهر الأنفاسي. أجازني مرويه بلفظه، وصرت ممتازا بحسن لحظه، وقد روى الكثير عن أبيه والحافظ البصري ذي التنويه، وأحمد العربي بن الحاج، وأحمد النخلي ذي المنهاج، وعن محمد هو البناني، وعن محمد هو الزرقاني، وعن محمد هو ابن الميت، وعمر التطواني الصيتي، وعن إمام عصره المعلوم أي إبراهيم العالم الفيوم، وغيرهم من كل ذي عرفان حباه ذو الجلال بالغفران. الشيخ 45 سالم بن أحمد النفراوي، ومنهم شيخ الشيوخ العالمي المالكي الأزهري سالمي نجل الشهاب أحمد الفهامة خدن الرسوخ الحسن الوسامة. حضرت في دروسه أحيانا، أمضيت في لقائه الأزمان تبركا بالوصل في إسناده، لأنه الراقي ذرى عماده. وقد روى عن شيخه الرباني أعلي محمدا هو الزرقاني، وشارح الرسالة الإمامي وابن الفقيه أحمد الهمامي، وغيرهم من الشيوخ النبلاء الحائزين الشرف المكملا. الشيخ 46 أحمد بن أحمد الموقت، ومنهم المفتي ببيت المقدس ذو الفضل والعرفان والتأنس، أحمد نجل أحمد الموقت يعزى له الكمال بالتثبت، عليه في منزله اجتمعت، أضافني ومنه فانتفعت، أجازني أمدني بمدده، أوصلني إلى علو سنده. وقد روى عن الإمام المتقن شيخ شيوخ وقته عبد الغني، وعن أبي بكر هو بن أحمد نجل أبي اللطف الفتى المسدد والسيد البكري والخليل، عنهم روى العلوم بالتأصيل. الشيخ 47 علي بن أحمد الصعيدي، ومنهم ذو المجد والإناخة والرتبة الشامخة البذاخة، والنفس الطاهر في التعليم والزهد والعفاف والتسليم، مجتهد العصر بلا تفنيد، علي بن أحمد الصعيدي معمر الوقت بعلم أوثري، العدوي المالكي الأزهري، رقى بأنواع العلوم في الطلب، مزاحما أشياخه على الركب، ففاز بالكمال في الإتقان، ثم رقى مراتب الإحسان. سمعت من كلامه كثيرا، نظمت من تقريره النثيرا، أجازني بكل ما رواه وكل ما أملى وما سواه. وقد روى عن أحمد العماوي وسالم العلامة.